خاصة للجمهور المصري أو للجمهور اللي بيتفرج علينا. الجمهور اللي بيتفرج علينا شاف المستشار محمد عثمان وهو بيتكلم الطرق القانونية هي من هي احنا في بلد قانون بالمناسبة، عشان كده الطرق القانونية هي اللي هتجيب لنا، هي ده الطريق الوحيد اللي احنا نقدر ناخده. هو ده الطريق الوحيد اللي احنا نقدر ناخده. وده هيبقى تعليقي الوحيد والأخير في هذا الموضوع. ده هيبقى تعليقي لان انا عارف ان في ناس كتيره جدا مستنيه تعليقي، لكن انا تعليقي الوحيد هو ان انا، لان يا جماعه وانا اسف ان انا هقول هذا الكلام لاني لازم اقوله، من اللحظات التاريخيه في حياتي انا الشخصيه كلاعب كره قدم، اللحظات اللي قابلت فيها كابتن محمود الخطيب، من اللحظات التاريخيه في حياتي، وما اعتقدش ان هي في حياتي انا لوحدي، في حيات كتير قوي قوي من لعيبه الكوره. لما بعلم ولادي الادب والاخلاق والاحترام، الادب والاخلاق والاحترام، بقول لهم بصوا على القيمه محمود الخطيب، شوفوا محمود الخطيب بيتعامل ازاي. ساعات بروح النادي، الكابتن بيبقى قاعد قدامنا، قاعد في وسط الناس في اعضاء الجمعيه العموميه، بنبقى قاعدين بعيد بنشوفه بيتحرك ازاي، بيتكلم ازاي، بيسلم على الناس ازاي. هتقولي انت بتقول الكلام ده، على الاقل الاهلاويه واللي بيحبوا كابتن محمود الخطيب عارفين كويس قوي الكلام اللي انا بقوله. للباقي بقى اللي ما يعرفش الكلام ده، انا مش بقول الكلام ده عشان انا في قناه النادي الاهلي، انا بكره همشي من قناه النادي الاهلي، مش يعني الموضوع مش ان انا موجود في قناه النادي الاهلي، ولكن الموضوع ان انا بالنسبه لي محمود الخطيب قيمة كبيرة جدا 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 جدا. ولو كنت في قناة أخرى، لو كنت في قناة أخرى كنت هطلع أقول مثل هذا الكلام، لأن أنت بتتكلم على قيمة كبيرة جدا جدا في عالم الرياضة المصرية، قيمة فنية جوه الملعب وقيمة أخلاقية بره الملعب، قيمة أخلاقية. إحنا نفسنا كشباب أو يعني بنعتبر نفسنا في منتصف العمر بنشوف الراجل ده وبنتعلم منه. انا بتكلم على نفسي، اللي شايف ان انا او اللي شايف ان الكابتن محمود الخطيب حاجه تانية هو حر، لكن انا بتكلم على نفسي. انا بالنسبه لي الكابتن محمود الخطيب ده قدوه، بنبص له كده قدوه في الاخلاق، سيبكم بقى من اي حاجه تانية، ولكن في رده، في احترامه، في استماعه لوجهات النظر، في استماعه لوجهات النظر في كل الامور، في كل الامور. مفيش حاجه هتهز اسم محمود الخطيب، مفيش حاجه هتهز اسم محمود الخطيب، ولكن كابتن محمود الخطيب بالنسبه لنا، كابتن محمود الخطيب لاعب النادي الاهلي ومدير الكوره في النادي الاهلي ونائب رئيس النادي الاهلي وعضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس النادي الاهلي مؤخرا، هيفضل بالنسبه لنا قيمة كبيرة جدا جدا جدا. ومرة تانية، لو هو كابتن محمود ما كانش رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في ذلك الوقت، وكان هناك اسم آخر هو رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، كنت هطلع أقول الكلام ده لو كان حصل الكلام ده كله. وكنت أتمنى إن أنا أكون حتى ولو في قناة منافسة للأهلي عشان أطلع أقول الكلام ده. خدوا بال حضراتكم، في ناس كتيرة جدا من لا يشجع النادي الأهلي، ها، مش راضيين على اللي بيحصل ومش راضيين على الكلام ده كله، ولكن في النهاية احنا هنمشي على حسب سياسة النادي وهنمشي على حسب سياسة القدوة بتاعنا كابتن محمود الخطيب، وهنكتفي مع ان في كلام كتير جدا ممكن نقوله، ولكن احنا هنكتفي بالخطابات القانونية اللي اتبعتت، وهنكتفي بالبيان اللي اتقال، ومش هنتكلم في الموضوع ده تاني، ولكن انا بتكلم على الكابتن خطيب من قلبي، من قلبي، مش بتكلم رياء ونفاق، وزي ما مش بتكلم رياء ونفاق، مش عايز اتكلم على حد تاني. فاتفرجوا، شوفوا حاجات دي حاجات بسيطة جدا، حاجات بسيطة جدا من اسم محمود الخطيب ومن احترام محمود الخطيب. ما كنتش حابب ان انا اتكلم في اي حاجه خالص، ولكن انا بالنسبه لي لما يبقى في رمز في هذا البلد العظيم
رمز في هذا البلد العظيم، أي رمز، أنا بتكلم في الرياضة لأن أنا بتاع رياضة بتاع كورة، فأي رمز هيفضل بالنسبة لنا قدوة كبيرة جدا بأخلاقه وبمبادئه وباحترامه للناس وبحب الناس ليه، من الأهلوية ومن اللي ما بيشجعش الأهلي كمان بالمناسبة يعني، لأن النهاردة الواحد سمع كتير جدا جدا جدا. فهنكتفي بالإجراءات القانونية اللي أخدها النادي الأهلي، الخطابات اللي اتبعتت لكل الجهات المسؤولة في الدولة، وسننتظر الرد قريبا إن شاء الله.